السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم. معكم أحمد شفيق مدرب الأصوات والمقامات، والنهاردة إن شاء الله قطفة جديدة من قطوف ضفنا فيها فضيلة القارئ الشيخ أسامة الهواري. طبعا أنا من زمان عايز أقدم له قطفة بصراحة يعني والله، لكن يعني من كتر الحلويات ومن كتر الإبداعات أنا مش عارف أختار إيه لدرجة ان انا مبسوط من قبل ما ابدأ الحلقة. فاخترت حاجة بسيطة من جلسة خاصة بدون بقى صخب المكبرات الصوتية والدوشة بتاعتها. ارجوك يا دكتور اسامة، ارجوك 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 اهتم بالصوتيات شوية وسمعنا صوتك الاصلي. الازعاج الضوضاء بتاعت المكبرات الصوتية دي صعبة جدا، فطبعا لو المهندس الصوت مش قادر يظبط الصوتيات بتاعته خلي لنفسك جهاز تسجيل بمايك منفصل علشان التسجيلات بتدوم اطول من التلاوة نفسها، يعني اطول من المحفل نفسه. فالتسجيلات مهمة جدا، التسجيل حاجة مهمة، فارجوك عايزين نسمع الروائع منك لكن بجودة صوتية حلوة زي القعدة دي مثلا، مفيش اي هندسة صوتية في الموضوع وقمة الجمال والروعة. تعال نسمع. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم الله. احنا داخلين على طول على البيات الشوري، كان في مقدمة جميلة واستهلال رائع واروع من الروعة، لكن علشان وقت الحلقة انا هسيب لكم التلاوة كاملة في اسفل الفيديو ان شاء الله. خلينا نسمع المختلف، يعني نخش في المهم على طول مرة واحدة، انما التلاوة كلها اروع من الروعة ما شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله فعلا. قيل يا نوح اهبط بسلام 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 منا وبركات عليك وعلى أمم ممن معك. الله الله، كل ده مقام البيات الشوري، وهنا لابس عباية الشيخ مصطفى إسماعيل، ولكن بصوته هو وبإحساسه هو وبقدراته الصوتية الأكثر من رائعة. وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. يا ستار. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من
الله الله على الجمال، الله على الجمال. شايفين السهولة اللي بيقرأ بيها؟ يعني سهل، يعني مفيش تكلف، مفيش تشنج، لا هو إمكانياته صلاة النبي حاجة عظيمة، وإمكانياته النغمية جبارة، فهو اللي بيعمله ده بكل سهولة. تسمع منه القرآن سهل وسلس وجميل. أصبر أصبر إن العاقبة للمتقين. تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك. الله صبا نوحيها مزج الصبا مع العجم وقفى العجم. صدق ما كنت تعلمها الله. أصبر إن العاقبة للمتقين. اللهم اجعلنا منهم. وإلى عاد أخاهم هودا. الله انتقل للنهاوند هنا. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. الله عشاق مصري. إن أنتم إلا مفترون يا قوم. رست يا قوم. الله يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. الله الله أكبر. الله أكبر. يا قوم. الله. بعد رست الشيخ مصطفى إسماعيل، جركة الشيخ مصطفى إسماعيل على نفس الدرجة، وده دليل على التمكن قوي من النغم قوي. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري
الله من هنا للسنة الجاية. اللي عمله مش سهل، اللي عمله تقيل. اللي عمله والله العظيم ما هو سهل خالص على أي قارئ إن هو يعمله، متمكن ما شاء الله عليه. تعال نسمع تاني ونشوف حتة حتة عمله. يا قوم نهارك، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني. هو جهركة لمس فيه الصبا، وبعد كده راح لجواب العجم وما رجعش بقى عجم، رجع حجاز. ده كله في جملة واحدة قصيرة، مش طويلة، يعني ما فردش عضلاته مثلا في نفس طويل قدر يفكر، لا ده هو استرسل، فما شاء الله فكر وليد اللحظة. ويا قوم الله، شغل الشيخ مصطفى. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه. الله سيكا. ويا قوم تمهيد لجواب السيكا. ويا قوم الله، مقام العراق. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء السيكة بين قوسين الهزام. ما شاء الله. كذا يطلع كذا ينزل. ويزدكم قوة إلى قوتكم. الله. ولا تتولوا مجرمين. الله. قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولي. الله. الفرع الثالث من فروع السيكا اللي يجيبه دلوقتي، مقام الأوشار أو المايا. جدع. وما نحن لك بمؤمنين. الرجعة دي نوى أثر، وبالفعل كنت لقيت له تلاوة على مقام النوى أثر وسجلتها عندي، وللأسف التليفون انحرق فمش لقيها تاني، مش لقيها على النت أصلا. إن نقول إلا تراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله. انتقل للصبا، ماسك مقام السيكا مرتكز عليه وعمال يروح لفروعه، والنقله اللي هو عملها دي من السيكا للصبا تنم انه مذاكر كويس قوي ودرس الكلام ده في سنين طويله وفهمه في سنين طويله، مش سهل. هو فاهم هو بيعمل ايه، والله فاهم.
قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون. الله صبا وبيعمل رمل مع الصبا وما زال محتفظ بنكهة السيكة. من دوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. الله رائع. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا وآخذ بناصيتها. إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله الله. ايه الفن والجمال والابداع ده كله. عم الشيخ أسامة هو في مقام الحجاز، وسط الحجاز نهاوند ركز عليه وعمل عليه عجم، وبعدين طلع لجواب الحجاز ورجع تاني حجاز. اللي هو عمله ده استحالة بأي حال من الأحوال حد مش فاهم ومش دارس يعمله. وبعدين مش عمله كده وخلاص، يعني مش عمله أداء صنايعية، لا ده هو عمله أداء إحساس، أداء فن، أداء راقي. تعال نسمعها مرة كمان. إني توكلت على الله ربي وربكم. نهاوند رجع حجاز عجب دابة إلا هو آخذ بناصيتها. الله. وقفل تاني حجاز كار. على صراط مستقيم. الله العظيم. الله 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 الله. كويس انك صدقت يا شيخ أسامة في الوقت ده، علشان العملية كانت هتفلت من السميعة خالص. يعني هم خلاص كانوا بدأوا يسخنوا وكانوا هيعملوا تصرفات محدش هيبقى مسؤول عنها. الله يفتح عليك. يعني مثل الدكتور أسامة هو اللي لازم يتصدر المشهد في مصر، هو اللي لازم يكون وجهة مشرفة داخل مصر وخارج مصر. مثل الدكتور أسامة وأسماء تانية ذكرناها في الحلقات اللي فاتت، هم مستقبل دولة التلاوة المصرية. ليه رجاء؟ يعني أنا عارف الكثير من المصورين والكثير من أصحاب الفراشة والصوتيات ومتعهدي الحفلات بيتابعوا البرنامج بتاعنا. أرجوكم 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 رجاء شخصي، طبعا إنك تسعى للمكسب دي حاجة كويسة. طيب ما تسعى للمكسب في أهله؟ يعني إيه؟ يعني اللي أنت هتاخده من القارئ الضعيف قول للقارئ الكويس أنا هاخد كذا في مقابل إني أطلعك شغل مثلا، أطلعك حفلات. ليه تروح للضعيف؟ ليه تخلي الناس الركيكة تتصدر المشهد
وفي ناس زي الدكتور أسامة وغيره بقى أسماء كتير مش راضي أذكر أسماء خارج الحلقة عشان الناس ما تقولش ذكرت فلان وما ذكرتش علان. لا، احنا بنتكلم النهاردة عن الشيخ أسامة. ليه ما تجيبش واحد زي الشيخ أسامة وتتفق معاه زي ما بتتفق مع أي حد؟ يعني أنا بقولكش ما تكسبش، يعني ما قلتلكش اقطع عيش نفسك. مصلحتك يا سيدي في انك تجيب الشيخ ده علشان بتاخد منه كذا، هات الشيخ ده وقول له هاخد منك نفس الكذا، وتبقى ضربت عصفورين بحجر، وكده انا بقى حبيبك وكده انت تبقى حبيبي وصاحبي وكفاءة، لانك انت اديت الحق لاصحابه. ده من جانب، ومن جانب تاني نفعت واستنفعت. صدقني كده هتكبر في نظر جمهورك، وهتكبر في نظر القراء، وهتكبر في نظر الناس اللي انت مرشح لهم القارئ. فأرجوكم أرجوكم، أسماء كبيرة جدا وقوية جدا انتم ركننهم خالص ومصدرين على الساحة القرآنية في مصر دولة القرآن، ناس ما ينفعش نطلق عليهم لقب قراء أصلا. فأرجوكم يعني ما تزعلوش من كلامي، انا بكلمكم يعني والله بدافع الحب، وزي ما قلت لكم انا مش عايزك تخسر، انت عايز تكسب اكسب بس من الشخص الصح، هيبقى مكسبك مكسبين صدقني، وتبقى عملت جميل في السميعة، لان الذوق السمعي بينحدر مش من فراغ، الذوق السمعي بينحدر بسبب متصدري المشهد. تلاوة كاملة للشيخ أسامة ما سمعناش فيها جملة واحدة ركيكة أو ضعيفة أو ميعة، ما سمعناش الكلام ده، سمعنا تلاوة محترمة، تلاوة تنم عن إنه هو خارج من مصر. فأرجوكم أرجوكم ادوا الناس حقها وادوا الجمهور حقه، إحنا عايزين نسمع. لما يحصل تنافس على الساحة بين الكبار بين الناس اللي يستحقهم، هنسمع فن نظيف، وهتجبر الناس الضعيفة انها تتعلم، انها ترقى لهذا المستوى. ارجوكم وارجو ان قطفة اليوم تكون عجبتكم، هسيب لكم التلاوة كاملة في التعليقات، ونشوفكم على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من حلقات قطوف. لا تنسونا من صالح دعائكم، ولو عجبك الحلقة عرف اصحابك ان في برنامج اسمه قطوف بينشر الفن الراقي. شكرا لكم وتحياتي، الى ان نلتقي، كان معكم احمد شفيق.